السيد الرئيس شكرا الساده اعضاء مجلس الامن تعددت النداءات لقادة العراق كي يتجاوزوا خلافاتهم ويشكلوا حكومة وذلك منذ الانتخابات العام المنصرم خلال الأشهر الاثنى عشر المنصرمة أكدنا مرات عديدة على أهمية الإبقاء على الهدوء والحوار والامتثال للدستور واحترام المبادئ الديمقراطية وعدم إعاقة عمل مؤسسات الدولة وأهمية حكومة فاعلة تتعامل والطلبات المشروعة من أجل خدمات عامة ووظائف وأمن ومكافحة فساد وعدالة ومساءلة على سبيل الذكر للحصر لكن للأسف ساد الخلاف والتصارع على السلطة على حساب الحس العام بالواجب ونتج عن ذلك جمود سياسي وعرف العراق ساعات خطيرة بل وحساسة مع المظاهرات والمظاهرات المضاده التي نظمت استعرت التوترات على مدى اشهر علما ان مناصري الاحزاب السياسيه وكثر يحملون السلاح زادت حماستهم ولا يحتاج المرء ان يقرا في الغيب كي يعرف اين يحمل كل ذلك في غضون هذه الاحداث كان المواطن العراقي العادي رهينه وضع لا يحتمل ولا يمكن التنبؤ بخواتيمه وقد بلغت الامور ذروتها في التاسع والعشرين من اغسطس حيث وقف البلد على شفير الفوضى العارمه وقد ادت التوترات السياسيه الى مناوشات مسلحه في قلب العاصمه وفي اماكن اخرى وكانت النتيجه الحزينه مقتل العشرات وجرح المئات طبعا هذه التطورات الماساويه ومن دون ادنى شك هي نتاج عدم قدره الطبقه السياسيه في العراق بالحسم بعبارات اخرى الاطراف باختلاف اطيافها فشلت في وضع المصلحه الوطنيه قبل اي شيء اخر وتركت البلد في حاله جمود طال امدها ما ادى الى تغذيه الغضب العارم يظن المرء ان هذه الاحداث كانت لتكون نداء يقظه ولكن الواقع هو انه حتى اليوم لم تراجع الخلاف بين الشيعه ولم تتمكن الاطراف الكرديه من التوافق علي مرشح رئاسي اذا ما هو ما هي الحاله الان الوضع يشبه الكثير من غياب اليقين وبعد قرابه شهرين من الجمود استأنف البرلمان جلساته يوم الاربعاء 28 سبتمبر في وسط تدابير امنيه مشدده للغايه لكن هذه التدابير لم تمنع احداثا اضافيه بما في ذلك مناوشات بين المتظاهرين والقوات الامنيه بعبارات اوضح لا يبرر اي شيء العنف، لكن نرى مجددا انه في خضم هذه المناوشات جرح كثر، عشر مدنيا و 120 من قوات الامن العراقيه، وكلهم ابناء هذا البلد. ولم نرى نهايه هذا النفق بعد، ليله امس وبعد ثلاثه ايام من القصف بالصواريخ، شهدت البصره مناوشات مكثفه وتم تسجيل حوادث اصغر في المحافظات الجنوبيه. سيد الرئيس في الاول من اكتوبر يوم السبت المنصرم تذكرنا ضحايا مظاهرات تشرين قبل ثلاثة ثلاث سنوات كما تستذكرون نزل العراقيون الى الشوارع للاحتجاج على غياب اي افاق سياسيه اقتصاديه او اجتماعيه وكان في ذلك تظاهرات لم يسبق لها مثيل ولكنها نتجت او ادت الى ماساه فقد قتل مئات العراقيين وجرح كثر بل خطفوا او هددوا او رهبوا ونتيجه لهذه المظاهرات استقالت الحكومه المنصرمه وتم تنظيم انتخابات مبكره كل ذلك قبل سنه من اليوم بعبارات اخرى وهذا امر كررته كانت الانتخابات العام المنصرم الكسب الصعب ولكن غياب حكومه مشكله بعد 12 شهرا امر يصعب تبريره والسبت المنصرم تم توقع مظاهرات جديده على امل ان تكون سلميه ولكن في ساعات صباحي الاولى استيقظنا بانذار متجدد فبدايه اليوم لم تكن مطمئنه لكن على مر اليوم كانت اعداد المتظاهرين محدوده نسبيا، ليس لان العراقيين اليوم راضون لكن لانهم لا يريدون ان يكونوا اداه في خضم الصراع على السلطه. اذ اوضح وبات واضحا ذلك لكثر منهم اولئك الذين شاركوا بمظاهرات العام 2019. ويوم السبت المنصرم اثبتت قوات الامن العراقيه عن ضغط للنفس في الاستجابة والتزمت بالأوامر لكن بعض العناصر المخربة كانت متواجدة في الشوارع ولأن أؤكد مرة جديدة على أهمية أن تبقى كل تظاهرة بعيدة عن أي عنف فأصغر شرارة قد تكون كافية للوصول بالبلد إلى كارثة السيد الرئيس نحن دعمنا بشكل كامل الحوار الوطني برعايه رئيس الوزراء العراقي هذا الحوار الذي كان منتدى عقد مرتين اثنتين ولكن كي تتكلل هذه المبادره بالنجاح وتحمل ثمارها يجب ان تشارك كل الاطراف اكرر كل الاطراف طبعا اشاره الى ان اي من الاطراف لم تمثلها امراه كذلك على عاتق الجميع ان يتسموا بالمسؤوليه في وقت استعار هذه التوترات بمعنى اخر الامتناع عن اي خطب استفزازيه والمشاركه في خطابات مضاده او مضره تعرفون أنني لا أحبذ الحديث عن مبادراتنا في العلن ولكن أود أن أؤكد مرة جديدة انخراطنا المكثف خلال الأسابيع والأشهر المنصرمة من المشاركة في الحوار إلى عقد اجتماعات ثنائية لا تحصى الى صياغه خرائط الطرق والمشاركه بالدبلوماسيه النقاله بكل اشكالها بمعنى اخر نحن حاولنا من دون ان نتوقف على الاطلاق لكن ليس لدينا عصا سحريه في نهايه المطاف الامر يعود الى الاراده السياسيه ومن الاهميه بمكان كذلك ان يكون واضحا انه في نهايه المطاف يكون النفوذ عندما يقبل الطرف نفوذ الاخرين بمعنى اذا ما كان ثمه اراده بالتسوية واضح كذلك أن غياب الثقة هو الذي يؤدي إلى عدم كسب أي طرف لأي شيء ولهذا السبب لم يتم الالتزام بأي حلول ملموسة لكن السيد الرئيس تم حلول متاحة طبعا كل وضع له تاريخه وله خصائصه ولكن دعوني أكون واضحة منذ انعقاد الانتخابات قبل سنة وقعت كل الأطراف وأؤكد كل الأطراف في أخطاء استراتيجية وسوء حسابات والأهم من كل ذلك أنها ضيعت فرصا كبيرة لتسوية الخلافات وطبعا خطر الشقاق وحمام الدم ما زال قائما ولكن أن يتم النقاش بمن قام بماذا ومتى أمر لم يعد خيارا متاحا الآن هو وقت أن يقوم, يقوم كل قادة العراق كلهم بالانخراط في الحوار وذلك لتلبية الحاجات العراقية وإبعاد البلد عن شفير الهاوية كل القادة كلهم لهم أن يتولوا ويتحملوا المسؤولية التي تقع على عاتقهم وأن يركزوا على الأولوية وهي شعب العراق طبعا العراقيون خاب املهم وقد فقدوا الثقه بقدره الطبقه السياسيه في العراق على خدمه مصالح البلد وشعبه. ثم ان الفشل المستمر في التعامل مع غياب الثقه هذا من شانه ان يؤدي الى تفاقم مشكلات العراق. لابد من التركيز ايضا فنحن راينا الاعلان عن طيف واسع من المبادرات منذ انتخابات في اكتوبر العام المنصرم ولكن مسارات عديده وتعدد المبادرات يؤدي الى لغط اكبر وتضييع في الصوره لكن كما قلت ثمه حلول لكي تتكشف معالم هذه الحلول نحتاج حوارا حقا صادقا ورغبه بالتسويه من نفلة القول ايضا ان تشكيل حكومه فاعله هو طبعا الخطوه الاولى من اجل الخروج من الازمه الحاليه بشكل مستدام علما ان مساله مروحه من المسائل الحساسه لابد من معالجتها ومن بينها طبعا اعتماد الميزانيه الاتحاديه والا سوف يتوقف الانفاق الحكومي في نهايه العام. يجب العمل كذلك على تحقيق التغيير التحولي. دعونا نقول الامور كما هي. منذ العام 2003 فان فرصا متعدده باصلاح حقيقي الحاجه له كبيره ضيعت وبعد عشرين عاما تقريبا يجب على قادة العراق أن يقروا بأن التغيير البنيوي ضروري لمستقبل البلد وإن أي محاولات للدفع باتجاه الإصلاح التدريجي بما في ذلك مكافحة الفساد فشلت حتى الآن إذ إنها قوضت أو أعيقت وقلت ذلك مرات عديدة من هذه القاعة أيضاً الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي الحالي في العراق، وهو جزء من المعاملات اليومية. لست أنا من أقول ذلك، هذا أمر مقر به ومعترف. إن سمة أخرى هي اتكال العراق على الزبائنية، وهذا ما أدى إلى قطاع حكومي غير فاعل متضخم، وظيفته هي للخدمات السياسيه وليس لخدمه الناس. طبعا العراق ليس بالبلد الفقير لكن المصالح الحزبيه والخاصه هي التي تبعد المصادر عن استثمارات مهمه في التنميه الوطنيه. بعبارات اخرى ان النظام السياسي والحوكمه في العراق تغض الطرف عن حاجات الشعب العراقي بل تعمل ضدها ضد هذه المصالح. والفساد سبب اساسي في مشكلات العراق اليوم وليس اي قائد بمناى عن ذلك بالتالي لو بقي النظام على حاله فذلك سوف يؤدي الى نتائج سيئه في اقرب الاجال بمعنى اخر نحن نتحدث هنا عن نظام وليس عن افراد او مجموعه من الحوادث السيد الرئيس سمعنا نداءات بانتخابات وطنيه مبكره ودعوني اصيب بعض الشيء بشان ذلك الي جانب الفوائد الواضحه للاحزاب السياسيه من اجل توضيح عدد من المسائل نحن نؤكد علي اهميه احترام على اهميه احترام الآليات والإجراءات القانونيه القائمه، وقد وضحنا انه في هذه المرحله لن نتمكن من تأكيد قدره اليونامي على المساعدة في انتخابات جديده، اذ ان ذلك سوف يستوجب طبعا طلبا رسميا من الحكومه العراقيه موجهه لمجلسكم ومداولات تتلو ذلك. تطرح اسئله اخرى ايضا، ما هي الضمانات بان انتخابات وطنيه جديده انتخابات وطنية جديدة لن تكون من دون ذي جدوى مرة أخرى وكيف سيقتنع المواطن العراقي بأنه تم جدوى بالتصويت وما هي الضمانات التي سوف تطلبها الأسرة الدولية كي تتيح الدعم لهذه الانتخابات السيد الرئيس بشأن موضوع الانتخابات تواصلنا كذلك مع السلطات والاحزاب السياسيه بكردستان العراق بشان مسائل مختلفه متعلقه بالانتخابات البرلمانيه في المنطقه السادسه. هذه الانتخابات كان من المزمع عقدها في الاول من اكتوبر اي قبل ثلاثه ايام. لكن حتى تاريخه لم تتمكن الاطراف السياسيه بكردستان من التوصل الى ارضيه مشتركه والشقاق بين الاصفر والاخضر هو السمه التي تعيق التقدم اكثر من اي شيء اخر اليوم. واضح كذلك وقد قلنا مرات عديده هنا ايضا ان ليس بحوزتنا عصا سحريه، بشان ذلك ايضا الامر يتعلق ويرتبط ويقوم على الاراده السياسيه. هنا ايضا يجب ان يفهم قاده الاحزاب ان النفوذ الحقيقي يكون عندما يقبل الطرف هذا نفوذ الاخرين بمعنى اخر رغبة بالتوافق والتسوية أساسية بمعنى آخر وبشكل عام احتكار السلطة يؤدي إلى غياب الاستقرار وهذا ينسحب على العراق كما وعلى منطقة كردستان العراق بشكل عام ودعوني أؤكد على النقاط التالية إن النتاج السياسي لعدم انعقاد الانتخابات البرلمانية هذه أو عدم إدارة وتلبية توقعات الشعب او غض الطرف عن المبادئ الديمقراطيه الاساسيه سوف تكون تكلفته عاليه ولو كان ليحصل فليس لان الانذارات لم تكن عديده نحن ننتظر من الاطراف في العراق ان تلبي وعودها وان تخدم الناس السكان في منطقه كردستان السيد الرئيس عندما خطبت المجلس في شهر مايو ذكرت وأندرت بان تبادل القصف بين التركي الايراني في الشمال بات الوضع الطبيعي في العراق وبعد اسابيع من هذه الهجمات اكرر ذلك، هذه الافعال الرعناء لها عواقب مدمره تؤدي الى مقتل الناس والى اصابتهم ويجب ان يوضع لها حد يجب الا يعتبر اي طرف إن انه يسيطر على العراق واي جار ولا يمكن لاي جار ان يواصل انتهاكه لسياده العراق وسلامه اراضيه من دون اي عقاب لكن ذلك يحصل مرات عديده السيد الرئيس فيما يتعلق بملف المفقودين من الكويتين والممتلكات الكويتيه بما في ذلك المحفوظات الوطنيه يسرنا ان نرى جهود العراق تستمر من دون اي توقف و تحديدا بالغ الاهميه لتحديد اي مواقع دفن الامر سيان بالنسبه لاهميه الاسهام في اسهام دول الاعضاء باي تحليل للصور بالسواتل كما ان تسليم العراق لاربعه من الممتلكات الكويتيه المفقوده بما في ذلك نسختين تاريخيتين من القرآن الكريم وغيرها لوزارة كويتية وخطوة إيجابية بالاتجاه القويم يحدون الأمل أنه بالإصرار وبالعزم وبالالتزام من الأطراف جميعها سوف تتكشف نتائج إيجابية إضافية قريبا سيد الرئيس في ختام هذه المداخلة أود أن أؤكد مرة جديدة على أهمية المسار الذي يحمل في نهايته إلى الاستقرار السياسي ودعوني أكرر ذلك مرة أخرى الحلول متاحة وبامكان اي قائد عراقي ان يجر البلد الى نزاع دام يطول امده كما انه بامكان اي قائد عراقي ان يضع مصلحه البلد اولا ويخرج البلد من هذه الازمه شكرا سيد الرئيس <applause>